كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حظ نبدأ مع الحمل. عبر على رأيك وما تخليهش في قلبك، وإلا ممكن أحزارته عجبتك. شنو نجمو نعملو؟ نعاونوك بحاجة؟ اتصور مضغوط شوية في الخدمة، مش مشكل كان تطلب يد المساعدة من الزملاء. الجوزي فترة نجاحات في حياتك المهنية والشخصية، الحظ يعطيك فرصة جديدة باش توري مهاراتك الإبداعية، راك أنت الأقدر. السرطان وقيد أنك تبني مستقبلك على أسس صحيحة وتواجه مشاكلك ورد بالك لا تتهرب. لا الأسد متقلق شوية الفترة هذه، لكن لازمك تثبت عكس هذا، ما نخلطوش الأمور، راك شخص متميز ونحطوك تتنورنا فوالا. العذراء مش في مصلحتك انت أجل خدمة اليوم الغدوة، فكر في أولوياتك باش تلقى النتيجة المطلوبة. الميزان فما برشا أحداث مزيانة تستنى فيك، تخطط الجديد وين تلقى المعاونة، حط اليد في اليد مع الزملاء ونجاحهم هو نجاحك. العقرب انت اليوم قادر باش تتعامل مع اي قضية، حاول تستغل الفرصة واستمتع بالفرحة اللي هي على الابواب. القوس الحظ حليفك اليوم وغدوة، وكان لزم بعد الغدوة اسعى للافضل، يخمم في المستقبل هو وين تحقق نجاحات مهنية وعاطفية. الحاصل محلاها ثقتك في روحك. الجدي قدرتك كبيرة على التفكير وين تتوضح الرؤية قدامك، وفما الربح والكسب راهو في المكتوب. الدلو راك متميز ونفرحوا بالقعدة معاك، فما الفرحة والبهجة. ونختموا مع الحوت، انت محط انظار الزملاء والفلك قال فما علاقة في ثنية دب دب.